السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبابي متابعيني على قناتي حياتي في سويسرا. رمضان مبارك، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية والعربية في الكرة الأرضية كلها، وإن شاء الله أزمة كورونا تمر على أقل الخسائر، وإن شاء الله الله ما بيضرنا ولا بيضركم. اليوم رح أقدم لكم أكلة اسمها التوشكا، هي لحم مبهر بهارات سجق مع الثوم مع الشطة إن كانت حلوة أو حادة، بنحط على العجين وبنحط على وشه أشقوان. سويتها قبل هالمرة بدون جبنة، اليوم حسيب بنيها بجبنة وشوفوها وجربوها. أنا لا يمرق شهر إلا بساويها ببيتي، كتير كتير طيبة. هلا خلينا نبلش بالعجين ونقول لكم العجين. عجين قلت لكم قبل هالمرة وبقول لكم أنا بستخدم أرخص نوع طحين. سر العجين اخواني وحبايبي بالعجن، انك تعجن العجين صح لمده زمنيه اقل شيء 5 دقائق عجن. بعد ما نعجنه من كيسه ونحطه على جنب ساعه زمان، بعد ما يرتاح ساعه رد من قرصه تقريص قطع ومنغطيه كمان لمده نص ساعه بيرتاح، بتصير تمدوه مثل المرهم، لا بده زيت ولا بده طحين ولا بده شيء، بمد لحاله. الطحين، العجين، المعجنات، البيتزا ما بنحط شيء للعجينة غير الطحين، ملح وخميرة فقط. كل شيء بينضاف عليه مو مزبوط، إلا إذا بتحبوا العجينة تكون مقرمشة بنحط لها معلقة سكر تطلع بتقرمش. بعجن العجينات هلأ وفرجيكم إياها شلون بيطلعوا. إخواني وحبايبي، أهم شيء إن العجن تعجنه صح تطلع العجينة معكم بتشهي. شايفين إخواني، طالما عم تلزق العجينة معناتها لسه بدها شغل، بننشفها بشوية طحين. شايفين إخواتي، ها هي العجينة بنيها، لا بتلزق بالإيد ولا شيء، هي 7-8 دقائق عجين مثل المرهب لحالها. هلا بنحط لها معلقه زيت وندعكها، معلقه زيت ابيض ندعكها ومنخمرها ساعه. خلصنا. هاي بعد الزيتات اخواتي شايفين هلا، هلا بنغطيها بكيس نايلون ومنخمرها ساعه. اخواني حبايبي، بدي 1.5 كيلو شرحات دجاج، بدي بهارات سجق، وبدنا 6-7 سنان ثوم، معلقتين شطة أو 3 معالق حد إذا بتحبوا أو حلو حسب، معلقة زيت لأنه شرحات الدجاج بيجي ناشف، بدنا معلقة ملح أو أكثر شوي حسب الرغبة. هلا بدنا ندخل شرحات الدجاج على الماكينة، نفرمهم فرمة ناعمة ونخلطهم ونبهرهم، ولا بفرجيكم اياهم شلون بيطلعوا، شغله كثير كثير حلوه. اخواني حبايبي، هدول سحبناهم على الماكينه، هي ملحناهم. بسم الله الرحمن الرحيم. احتجت المدام والاولاد انه اليوم ما بدهم ياكلوا قط، فاضطرينا نجيب بابريكا حلوه مشان الطعمه ومشان اللون. وبدنا معلقه زيت مشان تطرى وتطلع ظريفة. هلا موضوع بهارات السجق لازم يكون مبحبح مشان تاخذوا نكهة كثير طيبة. هلا العجينات عم يتختمروا ونحن راح نجهز الخلطة السحرية ونشوف شو بصير. شايفين اخواتي، الزيت تشرب مع صدر الدجاج وريحتهم زكية وبتنعش، يعني صدقا بدون مجاملة جربوها، إذا ما بتعيدوها يعني بدي بطل أطبخ أنا. شايفين إخواني، شوف ما شاء الله، يعني ولا أشهى ولا أظرف من هيك عجينة. أهم شيء حطوا شوية طحين بالأرض، طاريس قرصناها، يعني قرصتوه هون، بعد ما قرصناه بنحط عليهم شوية طحين هيك رشة خفيفة مشان ما تلزق بالخامة اللي بنحطها في قطعة قماش.
بنحط على ظهرهم منهم بنريحهم ربع ساعة حد أدنى، وبعدين بتشوفوا العجينة شلون ترتاح وتنمد لحالك. بسم الله، شايفين إخواني؟ هاي العجينة مثل المرهم بدون لا شوبك ولا شيء، ما بده شيء يعني، بالشوبك بتروح ركض. بحسب لكم وحدة حجم عائلي. شايفين اخواتي؟ هي مديناها بالعجينة او بالحشوة تبع السجق، هلا مندخلها على الفرن حوالي 6 دقائق 7 دقائق، بعدين بنخرجها ونحط عليها مخلل خيار وبنحط عليها جبنة شوان. بس اول شيء مندخلها على الفرن. اخواني حبايبي، هي بعد 5 دقائق بالفرن طالعناها، طبعا من تحت مستوية بس بدها من فوق مشان الجبنة ما تحترق ومشان اللحمة تاخذ حرارة وتستوي. مخلل الخيار مع لحم الدجاج والثوم كثير كثير لذيذ. طيب بالأشقوان، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعة الأكل ذوق فن، والله العظيم دوها دوها، وإذا ما عجبتكم أنا بجي باكلهم. تمام، شايفين إخواتي؟ هلا بنقطع لكم الأولانية، بخليها تبرد شوي مشان نقدر نتمشى ونقصها. أنا بعتبرها بالمعجنات نمبر 1، هي رقم 1 هي. بسم الله، هاي الدوشكة إخواني. شايفين أهم شيء تحطوا خشبة مشان ما تجرح لكم الطاولة، لأن الطاولة تنجرح، لأن هي سكين وعلى المعدن تنضرب إذا حطيتها صينية. بنقص على الخشب مشان هوني أكلة كتير كتير لذيذة، إن شاء الله بتجربوها برمضان وبتعجبكم، وإذا بتجربوها هلا بالرمضان ما في مشكلة، كتير كتير لذيذة. لا تنسونا من اللايك تعليق وشير إذا أعجبكم الفيديو، ورمضان كريم ورمضان مبارك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.